اصابع البقلاوه عند الحلاب كيف تنعمل؟ تعال ارجيكم. 50 كيلو طحين، 2 كيلو حليب بودره، كيلو ونص ملح بتذوبوه بالمي قبل ما تدلقوه، و2 كيلو قطر. والعجنه اللي تخلص معك بدك تحط لها 20 كيلو مي. توصل على نص العجنه بتزيدوا لها سمن بقر. والعجينة صارت جاهزة، هلا مرحلة التقطيع. تخلطوهم بالنشا، ترجع بترقوها بهذا الشكل وعلى المد. تمام. بنريح العجينة نص ساعة بنرجع بنبلش المد. بعد ما ريحنا العجينة بنمد النشا فوق منهم بهذه الطريقة. ضروري لازم يكونوا 15 حبة فوق بعض. النشا بيساعدك انه ما يلزقوا ببعض، لأنه أنت وعم تعجن رح توصل تقريبا أقل من ميلة سمكة للعجينة. بعد ما فصلناه بالنشا هلا بنرجع بنرقن على جديد. يلا هلا مرحله انه نلفها ورقه ورقه. برجع بنجيب وحدتين. هلا نرجع نفتحهم عن جديد، نحط لهم النشا. بنرقهم بعد مرة وبنبلش فيهم الحشو. اوكي. أصابع البقلاوة، جيبوا سيخ. وبترجعوا لورا وبترشوا الكاجو على الطريقه، بتمددوها من الاول السيخ لاخر السيخ، ظهروا الهواء من قلب السيخ، بتحطوا ايدكم بلشوا تبرموا بهي الطريقه وبنبعتوا عند اخوان. بعد ما صفصفنا اصابع البقلاوه بشكل منتظم هلا مرحله القص. حطوها بهذا الشكل. نفس الشيء بتاخذوا الطرف هيدا من هون، لازم تطلع حبه واختها. هلا بنحطهم بالصدر بهي الطريقه بتعبون. شيلوا اول خمسه. هلا بنحط عليها السمن. وهلا على الخبز. 35 دقيقة على درجة حرارة 180 وبندق الأصابع البقلاوة. وهيدي الأصابع شوفوها كيف عم تلمع. أنا ما كثير بحب القطط بس شوفوها. شوف.